أنه ينتهي أمده، أمد محدد يستنفذ أغراضه خصوصياته بعدين يلقى. ولذلك إمام أمير المؤمنين يقول إذا ظلمت ولم يأخذك الله لا تفلت، يصير مغروم. ولازم قتلت إنسان اليوم اليوم يأخذك ولازم بعد ثلاث سنين بعد 5 سنين بعد 10 سنين الله يأخذ. إذا عصى الإنسان الله وظلم ولم يتب، أحيانا الإنسان يقتل أو مثلا يسرق أو يزني ويتوب توبة نصوح الله يغفر له. أما إذا لم يتب الله تعالى يأخذه ولو بعد حين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم. صار في بدنك والعياذ بالله مرض، مرض خطر، هذا معنى تركك هذا المرض مجدد بعد أو بعد سنة بعد سنة ينتهي. هؤلاء الذين قتلوا الحسين عليه الصلاة والسلام في الواقع التاريخي يذكر الأشياء جدا عجيبة ويجب مطالعتها. بعد الإمام الحسين في 3 سنوات تقريبا قام التوابون، التوابون هؤلاء ابن زياد لما أراد تنفيذ الجيوش لقتل الحسين، كل الناس ما كانوا مستعدين التوابة. إذا أفرض أنا في العراق أو في إيران أو في أي بلد آخر والسلطة أراد قتلي، إذا كل البلد مستعدين أن يقتلوني طبيعي. طبيعي قسم تخويف، قسم تقميع، قسم ضعف النفس يأتوا، قسم كبير بيجوا. فقسم كبير من أهل الكوفة ما استعدوا للمشاركة في قتل الحسين. ابن زياد بالألوف أخذهم وألقاهم بالسجون. هؤلاء بعد قتل الحسين خرج اضطرابات، لأن يزيد شاف اضطرابات في الكوفة قبل ابن زياد إلى الشام يشوف شنو القصة. ابن زياد راح للشام، الكوفة صارت مضطرة، هذول خرجوا من السجن. هؤلاء ورئيسهم خرج رجل كبير السن اسمه سليمان بن الفرد الخزاعي 80 سنة عمره. هذا رئيسهم وصموا بالتوابين، كونوا فرد جيش كبير وحاربوا حرب الأمويين، لكن ما نجحت حربهم وثورتهم لأنه ما كان مخطط واقع. التجارة غير المخطط فاشل، العلم غير المخطط فاشل، الطور غير المخططة للتوابين ما كان بتحقيق، كان عاطفيا فشل. لكن في هالثورة المؤرخون ذكروا أن الذين قتلوا من أهل الكوفة 100,000 إنسان. الثورة الدموية يقتل بعضهم بعض، 4 مليون نفس الكوفة، لأن الكوفة ما يقارب 4 ملايين فيها نفوس، ما يقارب 4 ملايين. صارت بينهم حرب أهلية من حرب الأكراد أخرى. وذاك اليوم تحارب هؤلاء مع هؤلاء، وبالأخير التوابين انهزموا، وبالأخير التوابين قتلوا وأبيدت ثورتهم، يعني ثورتهم فشلت. ولكن بعد قتل ذريع، ها
هذا أول بادرة بعد قصة الإمام الحسين بثلاث سنوات، ثلاث سنوات مشيها. بطبيعة الحال إذا 100,000 إنسان يقتل في مدينة نفوس 4 ملايين، تدريش كثر قتلة يصير في البيوت من كل واحد مفقود، إما زوجة، إما أخو، إما أبوه، إما ابنه. هذه ثورة التوابين فجلا. لما فشلت ثورة التوابين، بعد ثورة التوابين جاءت دور ثورة المختار ابن أبي عبيدة الثقفي. أبو عبيدة الثقفي هو استولى على الفقه، على أنقاض التوابين. بعد سنتين من ثورة التوابين مختار أجل الحكم. مختار أعطى قتلا عاما لقتلة الحسين. يعني قال لأهل الكوفة أن أي إنسان كان ذاهب إلى كربلاء في جبهة ابن زياد اقتلوه قتل عام. وكان يعلن أن كل رأس بدينار، قيمة رأس الإنسان الخائن دينار، بينما قيمة الإنسان الصحيح شكله فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فكل رأس بدينار. المؤرخون ذكروا صبح يوم كان يأتي مختار إلى باب قصره حتى يخرج من القصر، سكن في قصر الإمارة، وإذا يشوف 1000 رأس على بابه والناس واقفين يأخذون فلوسهم. أنتوا ما أدري شايفين أو مو شايفين تموين، هذا الشيء صار في العراق قبل 22 سنة في أيام الحرب، وإحنا شفناه تموين. معنا منا يقفون ناس إلى حسين الحاج أحمد عاشور يريدون يشترون سكر أو قماش أو ما أشبه. الآن ما أدري هسه هالبطايق الموجودة هنا تموينها هالشكل أو مو هالشكل، ما أدري. فهذول هالشكل كانوا، أنا ما شفت في الحقيقة في أيام من اللي جيت ما شفت. الآن أدري أكو هذا الشيء على البيض وعلى الطماطة وعلى 1000 شيء وشيء. فالمختار صبح من يطلع من قصره وإذا به 1000 رأس، 600 رأس، 2000 رأس على بابه. وشنو؟ وهذول واقفين مثل التموين يأخذون دنانيرهم. يوزع موزع مختار دينار وخذ دينار وخذ دينار وخذ دينار وخذ، وهذول الرؤوس إلى المحرق في أمان الله. سلطة يريد قتل عام وحكم عسكري، وهذا شيء طبيعي. المؤرخون ذكروا في ثورة المختار، ولم يدم ثورة المختار شيء، 4 سنوات أو 5 سنوات لا نتفقف يعني استيلاء مختار على الحكم، قتل من الكوفيين 300,000 إنسان. إذا اللي بالهم يجوا يقتلون الحسين انتهى كل شيء، أبدا ما انتهى كل شيء. وانتقام شلون سريع؟ 3 سنوات في ثورة التوابين و5 سنوات في ثورة المختار. هذا أيضا 300,000 أخذ بيدك صار 400,000 إنسان الذين قتل. بعد مختار أيضا صارت ثورة ثالثة. هالثورة كانت ثورة مضادة. الثورة الأولى للتوابين وفق الإمام الحسين، الثورة الثانية لمختار وفق الإمام الحسين، ونجحت الثورة. وقتل في هالثورة الثانية ابن زياد بنفسه، قتل في هالثورة. الثورة الثانية شريح وعمر بن سعد وزياد ابن زياد وكل المجرمين ورؤوس الخونة قتلوا في هذه الثورة، لأن ثورة حكومة قوية يقتل بالبلاش. هذا هو اشترك في حرب الحسين، أقام شاهدا قتل في أمان الله. والشمير وهذول كلهم قتلوا في هذه الثورة، استثناء قسم منه. بعد هذا صار ثورة مضادة لآل البيت. الثورة المضادة لآل البيت ثورة عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير لا كان يم الحسين ولا يم يزيد، رجل يطلب السلطة لا أكثر ولا أقل من هذا، لا يخص لا الحسين ولا يزيد، يطلب السلطة. شاف خوش فرصة، لأنه بين كوفة وبين الشام حروب، حكومة بني أمية موجودة في الشام وحكومة مختار في الكوفة، وهذول بينهم حروب. كان أحسن فرصة الآن أنقضوا إلى العراق وأستلموا العراق. هو خلع طاعة يزيد وبني أمية في مكة والمدينة، الذي صار طبعا لعبد الله بن الزبير. قال أنقض على الكوفة، لا للحسين ولا على الحسين، ما إلى ربط بالموضوع، وإنما هو رجل يريد السلطة والملك. السنة الخامسة بعد قتل الحسين يصعد ابن الزبير أخو عبد الله بن الزبير إجي إلى العراق بجيش جرار، وقاتل مختار حتى قتله، يعني مصعب قتل مختار. في هذه الثورة المؤرخون ذكروا من أهل الكوفة 200,000 قتلوا،
لأن القتل دام حرب أهلية صارت في داخل البلاد، قسم لمختار قسم على مختار لمصعب بن الزبير، وحرب أهلية وغير صاروا هذا 600,000 2000 200,000 100,000 توابين 600,000 إنسان من بلد نفوسها 4 ملايين في 5 سنوات تحت الحصار. ولذا المؤرخون ذكروا أن كوفة غرقت في الدماء 600,000 في 5 سنوات، يعني عدد يحتاج إلى تصور واقع، يعني حبل على الجرار أيضا، صار حبل على الجرار أيضا، لأن مصعب بن الزبير أيضا لما استولى على الحكم بعد مدة عبد الملك استولى في الشام على الخلافة وجهز عليه الجيش، وجاء الجيش إلى مصعب وقتل مقتلة عظيمة، لم يذكروا المعرفون ايش كثر قتل في هذه المقتلة بين عبد الملك الشام ومصعب الكوفة، ايش كثر قتلوا في هذه، يقولون مقتلة عظيمة حتى إلى 100,000 قتلوا، ومو بعيد أيضا لأن كلهم مسلحين كلهم دمويين، هذا 700,000 إنسان. مصعب قتل وعبد الملك استولى على الحكم في الكوفة، وبعد استيلاء عبد الملك صارت ثورة خامسة سادسة شو نسميه، ثورة التوابين وثورة مختار وثورة مصعب وثورة عبد الملك بن مروان، والثورة الخامسة ثورة زيد بن علي بن الحسين ابن الإمام زين العابدين والذي قبره موجود الآن في قريب الكوفة، حنفر الثورة وقتل ومقتول. هاي الثورة كانت ضد الأمويين أيضا انتصارا للعلويين والهاشميين ابن علي بن الحسين، فالثورة من ذاك العال وقتل ومقتول في هذه الثورة، هاي الثورة الخامسة، ثورة توابين، ثورة مختار، ثورة مصعب، ثورة عبد الملك، هاي الثورة الخامسة، ثورة زيد. بعد هذه الثورة سلط على العراق حجاج بن يوسف الثقفي، أول الموضوع هذا أيضا إجا بعد زيد وينتقم من أهل الكوفة، ما يخص بعد هذا يوالي مختار، هو قال أنا أقتل الناس حتى أصفيهم لا أكثر ولا أقل من هذا، فما كان الحجاج يعرف مواليه من معاديه، يقول هذه مدينة أول ما إجا على المنبر الحجاج، هاي الثورة السادسة في فترة قصيرة، أول ما إجا صعد المنبر يمثل الكوفة، جماهير قاعدين إجوا، والي من قبل الخليفة، هو جاء من قبل عبد الملك بن مروان، عمامته كلش كبيرة، لهنا عيونه مغطاة بالعمامة، ومنهم لهنا جلس فوق المنبر، كوفة غاص، مسجد غاص، وخارجهم قاعدين، من هالإنسان الجديد في هالمدينة اللي هل الاضطرابات الهائلة صارت فيه، فالربع ساعة جلس فوق المنبر يباوع الناس الشيء. حتى قسم قالوا هذا مجنون ما يعرفوا، وبعدين قسم حصبوه يعني شال الحصات من الأرض المسجد مربوعا، هو يباوع ما يقول شيء، بعدين شال عمامته قال زين باوعوني منه، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، يعني هو أول ما كان معروف وجهه لأنه عمامته لأنه عمامة كبيرة كان يلبسه طبيعة عايشة في الحجاج. بعدين قال يا أهل الكوفة إني أرى رؤوسا قد أينعت، شايفين الزرع، الزرع وقت اللي يطلع زين رشاد فجل وقت اللي زين يطلع شو يسوي يقصون، قال يا أهل الكوفة إني أرى رؤوسا قد أينعت وقد آن قطافه، ما قال هذا الشيء، قال أيها الحراس عليكم بأبواب المسجد، لأن هو قبل ما يصعد المنبر جعل على أبواب المسجد أبواب بس الكوفة، بس الكوفة ذاك اليوم أكبر من المسجد هاليوم كلش كبير، جعل أفرض المسجد الكوفة منا إلى حسين الحجي أحمد عاشور ذاك اليوم كلش كبير كان ذاك اليوم، قال قبل كان مؤامر هو حجاج مع شرطته وحرسه، قال كل أبواب المسجد أوقفوا 10-20 لكن مو سيوفكم ظاهرة تحت فدان عمايل بسون تحت ثيابة سيفكم، وثم كوفة كلها مسلحة، يعني من قتل الحسين كوفة مسلحة إلى اليوم، كل قتل مقتول وغير الاغتيالات وهذا 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 كل صار دماء وقتل في
الكوفة، فجعل حرسه على أبواب المسجد، كان باب أكو باب كندا وباب فيل وباب شنو وباب شنو، فوقف أشخاص 10-20 مثل سريين مثل مباحث تحت عبائهم السيف. قال ايش وقت ما قلت لكم انتوا كل واحد اللي يريد يفر من المسجد اضربوا عنقه عامي شامي ما يخصكم. فخطب اول خطاب، الحجاج جاء الى الكوفه منتقم، وصافات شي ماكو. اول خطاب: يا اهل الكوفه، اني ارى رؤوسا قد اينعت وان قطافها. بعدين قال: ايها الحراس عليكم بالناس. وقال هذه الكلمه، جماعه الشرطه اللي وياه دخلوا، لان جماعه مستقصدين له 50-100 هذول اللي دخلوا معه وقاعدين تحت منبره وسيافين معروفين هذول وهو فوق المنبر. بمجرد قال: ايها الحراس عليكم بالناس، هذول ال 50-60 ما ادري ايش كثر مؤرخين لم يذكروا، وانما يقولون جماعه اللي وياه، قاموا جردوا سيوفهم على اعناق الناس وطفوا. الناس اخذوا يشردون، من اي باب يشردون الحراس يضربون اعناقه. فكل من كان في المسجد قتل، وجرت الدماء والجثث وخطفوا. وبعدين جلس على اريكه الحكم، هذا اول الاولين ماله، جلس على اريكه الحكم. اي واحد يقولون هذا من اتباع علي يقول جيبوه، يقولون من أتباع مختار جيبوه قتلوه. ما مذكر، وإلا مسجد ممتلئ أقل من 10,000 إنسان، لأن كلهم قتلوا، الذين شردوا قتلوا والذين بقوا قتلوا، كل الأبواب مسجد الكوفة كلش على الآن كلش كبير ملاحظين. فلما قتلهم جلس في الحكم، هو بعد ما يهم أي شيء، يقولون من أتباع مختار جيبوه قتلوه، من أتباع الحسين جيبوه قتلوه، من أتباع مصعب جيبوه قتلوه، من أتباع زيد بن علي جيبوا قتلوا، من أتباع الخوارج جيبوا قتلوا، لأن اليوم الخوارج ظهروا في الكوفة جديدا وأخذوا يعبثون في قصة طويلة للخوارج. والمؤرخون يذكرون الذين قتلهم حجاج في ظرف 20 سنة، لأن هو إمارته 20 سنة في الكوفة، كل ما يروحون إلى عبد الملك يقول هذا جزاؤكم فتقتلون هم. الذين قتلهم الحجاج في ظرف 20 سنة، المؤرخون ذكروا 100,000 إنسان قتلهم صبرا، يعني مو في ساحة القتال قتلوا هؤلاء، فرديا يقتلون، يوميا يقتل 700,000 هنا، 200,000 هنا، 900,000 قتلوا في أيام قلائل ما صار كل 30 سنة. ولذا كوفة خربت خربت، بينما كوفة بلاد كانت نفوسها 4 ملايين في زمان الإمام الحسين تخمينا، وهي واسعة بوسعة بغداد اليوم، يعني واسعة إلى حد كبير من السعة، لعل سعتها ما يقارب 10 فراسخ كما يذكر المؤرخون، 10 فراسخ، والفرسخ 5 كيلومترات ونصف، أحسن إيش كثر يصير، يعني ما يقارب من قرب الأحمدي كوفة إلى قرب الصليبي خان أو أكثر شوي. أو أقل شوية، لكن مزدحم بالسكان. بس في الكويت بيوت كبيرة، من 10 فيه 5 فيه 6 فيه 4 فيه ما أشبه، شوارع وسيعة جدا، ساحات وشوارع، لكن كوفة مزدحمة بالسكان. هذه البلاد خربت خربت خربت. وإلى أنا شخصيا اللي أتكلم، بينما أنا أذكر إن حجي أبو عزيز هم يذكرون هذا الشيء، قبل 30 سنة كنا نروح للكوفة، كل أمران ما كان الكوفة، كل أقراض الخراب يا مان الله. جديدا سووا شوية تعمير هال 30 سنة ما أشبه، شوية سووا بيوت وكذا وكذا، وإلا عاصمة ونفوسها 4 ملايين راحت راحت إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمير. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وان الحسين قتل وانتهى كل شيء وفي امان الله، انما يؤخرهم ليوم، اتهم يوم خاص حتى يمتحن القاتل، يمتحن والمقتول، يمتحن والمساعد لهذا، يمتحن والمساعد لذاك، يمتحن والذي يقول على انه أمير المؤمنين يزيد يمتحن، والذي يقول الحسين على حق يمتحن، وينتهي كل شيء. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.